تحت رعاية أمين فرح حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقامت مديرية التربية حفلاً ومعرض بمناسبة أعياد نيسان على مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي في حمص بحضور فعاليات رسمية وحزبية وأهلية. اليوم نكرم مجموعة من الشهداء، شهداء الوطن، نكرم ذويهم، لهم علينا الحق الكثير، نحن ممتنون، نحن بسببهم موجودين، لولاهم لما كان هناك وطن. هذه الفعاليات هي فعاليات هامة ومتميزة وتجسد حالة وطنية راقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأيضا يأتي أيضا موضوع تكريم ذوي الشهداء، لأن الشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بين البشر، والشهادة هي قيمة القيم وذمة الذمم كما قال عنها القائد المؤسس حافظ أسد رحمه الله. وبالتالي من واجبنا جميعا أن نكرم ذوي الشهداء في كل مكان. تخلل الحفل عدة فقرات فنية ووطنية وشعبية ولوحات تعبيرية راقصة، بالإضافة إلى تكريم لأسر شهداء المعلمين تقديرا لتضحياتهم. نحن تكرمنا بشهادة بابا الله يرحمه، وهلأ الجهات المعنية عم تكرمنا وهيك، وأمين فرع الحزب وبتشكرهم كلهم. نحن مننبسط بس تصير هيك فعاليات أنه بتذكرون. كان تفتح حلو كتير منهم أنهم عملوا التكريم هذا، وأنه جهود المعلمين ما راحت هدر، وأنهم منتبهين للكادر التعليمي اللي عم يضحي مثل ما عم يضحي الجندي على حدود الوطن. أبو تد شهدائنا، أخوها معاها كمان، وأخوها الأخري 82 84 غصون. تكريم الشهداء واجب وحق لمن أعطى العالم درسا في الصمود وحب الوطن، فهم محل تقدير الشعب السوري بأكمله، ولولا هذه التضحيات ما كانت سوريا لتبقى إلى الآن صامدة بوجه الإرهاب بهمة رجال عهدوا الله فصدقوا، أبطال الجيش العربي السوري.